ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ظلم ذوي القربى. أواخر أربعينيات القرن الماضي عرفت عدة جهات من المغرب مجاعة كان لها أثر كبير على السكان، إذ دفعت الآلاف من أبناء تلك المناطق إلى الهجرة إلى المدن الكبرى. في جملة الذين هاجروا من سوس إلى الدار البيضاء شاب اسمه مليموح الإدريسي، الذي سرعان ما وجد عملا لدى أحد موزعي قطع غيار الآلات. كان فرنسيا ينحدر من شمال فرنسا، كانت تجارته رائجة. وقد وجد مليموح الإدريسي في بيئته الجديدة كل ما يشجعه على العمل بجد وتفان، وسرعان ما أوكل إليه رب العمل مسؤولية الإشراف على تدبير مخزن السلع التي يستوردها من فرنسا ومن بلدان أخرى. كان لمليموح ابن عم شاب في 18 من العمر يدعى مولاي العربي الإدريسي، وقد التحق به في الدار البيضاء باحثا بدوره عن عمل، ولكن مليموح تفادى التوسط له لدى الفرنسي لتشغيله. كان يخشى أن يصدر عنه ما قد يسيء إلى الثقة التي يحظى بها من رب العمل الفرنسي، ولكنه مع ذلك سعى له لدى أحد الزبناء الذي قبل بتشغيله. وهكذا اشتغل مولاي العربي الإدريسي لدى تاجر خردة في عين سبع. كان التاجر يهوديا متدينا يسمى موشي بن عزار، وكان معروفا بجده واستقامته. في مرحلة أولى عهد إلى مولاي العربي بتفكيك الآلات المتلاشية واستخراج ما بها من نحاس وحديد وألومنيوم وغير ذلك، مع ترتيب كل تلك المواد. أبدى مولاي العربي جدا ومثابرة في العمل، كان لا يتوقف إلا عندما يسمع الآذان للصلاة. وقد عمد التاجر موشي بن عزار إلى اختبار أمانة الشاب، وأيقن أن مولاي، كذلك كان يناديه، شاب أهل للثقة، وقد خصص له غرفة في المستودع جعلها مسكنا له. لم يكن موشي يعمل يومي السبت والأحد، وكان يغلق محله قبل مغرب الجمعة ثم يأوي إلى منزله الموجود في موقع المخزن. كان مولاي العربي يقوم يومي السبت والأحد بزيارة ابن عمه مليموح، وأحيانا يذهب لاستكشاف المدينة. وذات مرة فكر في القيام بجولة عبر المحلات التي تبيع الخردة بالتقسيط. اكتشف أن موشي بن عزار يشتري البضاعة بثمن يزيد عما هو متداول. فكر في أن يشتري الخردة ثم يبيعها إلى التاجر موشي، ولكنه لم يرضى القيام بذلك دون استشارة مشغله الذي وافق. ففي نهاية الأمر سوف يحصل على البضاعة بثمن أقل، وفي الوقت ذاته اعتبر الأمر تشجيعا لمولاي. مكن ذلك النشاط الموازي مولاي العربي من أن يكون رأس مال محترم. بعد فترة اشترى سيارة كان يحمل عليها مشترياته، وبعد أن حصل على رخصة السياقة ضاعف مردوده في عمله. في العام 1955 900 ألف، وبينما كانت تتراءى في الأفق تباشير استقلال المغرب، بدأ كثير من المعمرين الفرنسيين يصفون تجارتهم تمهيدا للرحيل. كان موشي بن عزار متزوجا من يهودية فرنسية تنحدر من مدينة مارسيليا، وقد ألحت عليه في تصفية تجارته والرحيل معها
إلى بلادها. كانت زوجة موشي تضغط عليه بقوة، وكان هو يبحث عمن يشتري منه المخزن، لم يجد من يشتريه، وفي نهاية المطاف استقر رأيه على تفويته لقاء ثمن رمزي لمولاي العربي تقديرا لوفائه وإخلاصه. وهكذا بعد نحو 10 أعوام من وصوله صار مولاي العربي الإدريسي يملك محلا تجاريا هاما في عين سبع بالدار البيضاء. في تلك المرحلة عرفت التجارة بعض الركود، ولذلك فكر مولاي العربي في زيارة قريته النائية في سوس. كانت زيارته الأولى منذ أن استقر بالدار البيضاء، وقد أرادها مولاي أن تكون زيارة مدوية. اشترى سيارة فاخرة من تلك السيارات الأمريكية التي كانت متداولة وقتها وبأثمنة في المتناول. اشترى هدايا كثيرة للأحباب. كان لمولاي خال هو فقيه القرية، وكانت له بنت كانت في 7 من عمرها أو 8 يوم غادر مولاي العربي القرية. كانت طفلة وديعة تصاحبه من حين لآخر حين كان يقود قطيع الماعز إلى المرعى. طوال الطريق ظل مولاي يحاول أن يرسم صورة لصفية بنت الخال بعد كل هذه السنوات التي غاب عنها. ولذلك فإن زيارة الخال كانت من اللحظات الأقوى في برنامج مولاي العائد إلى القرية، وقد تحقق له الحلم وصار ذا جاه ومال. كان يوما احتفاليا ذاك الذي حل فيه مولاي بأطراف القرية على متن سيارته الأمريكية الفارهة. لما ذهب إلى بيت خاله الفقيه لم يصدق ما رأته عيناه. كانت جميلة، زادها خجلها جمالا. ها هي صفية بنت الخال، حورية في ربيعها 18. لم يتردد مولاي، خطبها من خاله، وما أن مرت 4 أيام حتى زفت إليه صفية. كان مولاي يعيش أسعد أيامه. عاد مولاي إلى الدار البيضاء ومعه زوجته صفية. كان التاجر موشي بن عزار قد ترك له البيت بما فيه من أثاث، لم تكن تنقص إلا ربة البيت. مرت الشهور وتعاقبت السنوات ولم يرزق مولاي من ابنة خاله صفية بالولد، ولكنه كان راضيا بقضاء الله. كانت صفية قد نالت حظا هاما من التعليم الديني، وفي الدار البيضاء تابعت دروسا في اللغة الفرنسية ثم في التدبير. صارت الذراع الأيمن لزوجها في تسيير مقاولته التي توسع نشاطها في السنوات الأولى للاستقلال. كثرت المهام على صفية، ولذلك وظفت شابة تعرفت عليها في ملجأ الأيتام. كانت عائشة المرادي تبلغ من العمر 20 عاما، وكانت متخصصة في المحاسبة. أسكنتها في إحدى الغرف، ما جعلها تتفرغ لعملها بجد وتفهم. بدأت صحة صفية تتدهور، ولكنها وجدت في عائشة خير معين لها. كان مولاي العربي منهمكا في إبرام الصفقات، لم يكن يفكر في الخلف، فقد رضي بقسمته. كانت الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية قد أثبتت أن صفية عاقر. وبينما كانت أعمال مولاي العربي في نمو وازدهار، كانت أطماع بني عمه تزداد. صار إدريس ابن مولاي موح كثير التردد على بيت مولاي العربي الذي يناديه عمي. كان واضحا أن صلة الرحم آخر ما كان يفكر فيه الرجل، وقد فطنت صفية إلى ذلك وهي في مرضها. كانت ترى أن ابن مولاي موح يتحين لحظة رحيل مولاي العربي لينقض على ما تملكه يده. كانت صفية تحس بأنها تعيش الأنفاس الأخيرة من حياتها. اشتد بها المرض، وذات مساء لما سكنت إلى مولاي العربي فاتحته في موضوع الخلف. قالت له: تزوج، عسى الله يرزقك ولدا يرثك. لم يكن مولاي العربي يفكر في الأمر، ولكن صفية ألحت عليه. اقترحت عليه أن يتزوج عائشة، وكانت قد لمست وفاءها وإخلاصها. تزوج مولاي العربي من عائشة، وبعد أشهر حملت، ولدت له موسى، مولاي موسى. بعد هذه السنين الطويلة بلا ولد، لكم أن تتصوروا مقدار فرحة مولاي العربي. من فراش مرضها كانت صفية تشاطره الفرحة،
بعد أشهر قليلة توفيت صفية، وقد حزن مولاي العربي لموتها حزنا شديدا تدهورت له حالته الصحية، وبعد نحو عام مات. بدا الجو وقد خلى لإدريس ابن مولاي موح الذي كان يتحين الفرصة لينال ثروة الراحل مولاي العربي. هو يعلم أن ولادة موسى أربكت حساباته الأصلية، ولكنه فكر بأنه سيستطيع الاستحواذ على المتاع الذي آل إلى الصبي وأمه. خطط إدريس للزواج من عائشة، كانت أرملة شابة وغنية، ثم إنه رأى أن زواجه منها هو الطريق الأقرب إلى ثروة مولاي العربي. أوحى إليها بأنها بحاجة إلى رجل ثقة يساعدها. في مرحلة أولى تجاهلت نصيحته، وكانت قد استقدمت من ملجأ الأيتام شابة مثلها كانت قد درست المحاسبة. كانت تلك الشابة وتدعى ربيعة ذات أخلاق حسنة وعفة، كما أنها أبانت عن قدراتها في تدبير النشاط التجاري لعائشة وولدها مولاي موسى. ذات يوم فاجأها إدريس بأن عرض عليها الزواج. ألح وتظاهر بأنه يريد مصلحتها ومصلحة ابنها موسى. قبلت وتم الزواج. بعد أشهر اشترى بقعة أرضية باسم زوجته عائشة، قال لها إنه يريد أن يبني لها بيتا يوفر لها ولولدها كل أسباب الراحة. وهي تتابع أطوار البناء لاحظت أنه بنى سردابا كبيرا. لما سألتها قال لها إنه سيستعمله لتخزين الأشياء الثمينة والنادرة التي يحصل عليها من الخردة. بعد أشهر صار المسكن جاهزا. لاحظت عائشة أن إدريس يضيق عليها الخناق، إذ يجبرها على المكوث في البيت بدعوى رعاية شأن ابنها. صار هو الآمر الناهي في تدبير التجارة، وإن كانت ربيعة ظلت ممسكة بأسرار كثيرة. مع مرور الوقت تبين أن إدريس إنما سعى إلى عزل عائشة عن محيطها. كان يوهمها بأن ربيعة التي استقدمتها من مأوى الأيتام خانت الأمانة وصارت تسايره. كانت ربيعة قد باعدت بين زياراتها لعائشة، ما جعلها توقن بما يزعمه إدريس. في الآن نفسه كانت لهجة خطاب إدريس قد تبدلت، صار يعيرها بماضيها في دار الأيتام وبأنها لا عائلة لها، صار يضربها. وفي سياق خطة بدت مرسومة سلفا سجل موسى في مدرسة خاصة تتوفر على قسم داخلي. صارت عائشة معزولة تماما الآن. كانت تعي أبعاد تلك الخطة الجهنمية، ولكنها كانت تفتقد إلى وسائل المقاومة. لاحظت أنه يحاول إرغامها على توقيع وثائق تجردها من ممتلكاتها. تظاهرت بفقدان الذاكرة، لم تعد توقع بتوقيعها الحقيقي. لما يأس منها سعى إدريس إلى تقرب أكثر من ربيعة، أبلغها بتدهور الحالة الصحية لصديقتها عائشة، ولكنه ظل يحول بينها وزيارتها. طلب منها الزواج حتى يتسنى لهما أن يكونا وكيلين عن عائشة وابنها موسى، ولكن ربيعة التي وعت مرامي إدريس اشترطت عليه أن يكون الزواج كامل الأركان مستوفيا كل الشروط، وكان هو يقترح عليها زواجا عرفيا. كانت قد استشارت مرشدة دينية في الأمر، قالت لها إنما يعرضه إنما هو زنا مقنع. واصل إدريس مناوراته، ولقاء رشوة حصل على شهادة العزوبة. ظن أن الطريق صار سالكا الآن نحو إتمام زواجه من ربيعة، ولكنها مع تظاهرها بقبول عرض الزواج اشترطت عليه أن تعرض زوجته عائشة على طبيب للأمراض العصابية للحصول على شهادة تثبت عجزها العقلي. لما حضرت معه إلى البيت لاحظت ما آلت إليه عائشة. لما تم نقلها إلى المستشفى وبالرغم من محاولاتها إثبات سلامتها العقلية، إلا أن زوجها أثر على قرار الطبيب الذي ارتأى الإبقاء عليها رهن المراقبة. توجهت ربيعة بعد أن أفلتت من مراقبة إدريس إلى المرشدة الدينية، حكت لها ما آلت إليه عائشة بتدبير من زوجها إدريس. كانت المرشدة الدينية سيدة محترمة لعلمها ومبادراتها الإنسانية العديدة، ولذلك رأيناها تبلغ الوكيل العام للملك.
كان ذلك منطلق تحرك فريق يتكون من ممثل للنيابة العامة وعميد شرطة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى المصحة حيث توجد عائشة. كانت قد حقنت بلقاح مهدئ ولكنه لم يفقدها وعيها. تم الاستماع إليها لتتكشف ملامح عمل إجرامي خطير كان يتعين القبض على إدريس. تم توقيفه واقتيد إلى منزله حيث عاين الباحثون أنه حول السرداب إلى معتقل حقيقي وسجن سحيق لزوجته. تأكدت عائشة من أن صديقتها ربيعة لم تخن الأمانة وأنها هي التي استدرجت إدريس للوقوع في قبضة العدالة. استمع المحققون لإدريس الذي تحت حصار الأسئلة انهار معترفا بأنه دبر عزل زوجته عائشة عن عالمها الخارجي ليستأثر بثروتها. قال إنه يعتبر نفسه الأحق بإرث المرحوم مولاي العربي وإن هذه المرأة عائشة استولت على مولاي العربي وما ملك. توبع إدريس بتهمة حبس عائشة واحتجازها ونطقت المحكمة بحكم قضى بسجنه 10 سنين. استعادت عائشة حريتها واسترجعت ابنها موسى وصديقتها ربيعة ورفعت دعوى قضائية لتطليقها من المدعو إدريس ولد مليمور. ملفات بوليسية.